واحدة بتقول انا مساعد الطبيب بمصر واقوم بتحضير رسالة الدكتوراه في لندن الان عن مدارس الاحد ونظام التعليم الذي تم تطويره بثبات لفهم افضل. وفي مناسبات مختلفة ذهبت الى الكاتدرائية بالعباسية لجمع معلومات تختم رسالتي وتم تجاهلي واعطوني مواعيد اخرى ورجعت من حيث اتيت بدون فائدة. واعتبر بحثي مفيدا وفريدا ليس فقط للرابطة القبطية ولكن للتاريخ والمحايدة وللامداد بالمعلومات. اقدر المساعدة التي يمكن ان تمدها لي غبطتكم في مصر في اقرب وقت ممكن حيث اني اسافر في مصر شهر يونيو. كتير بيكتبوا عن تاريخ مدارس الاحد مش انتي بس بل في احد الاباء الاساف ايضا مقدم رسالة للدكتوراه على الموضوع ده. حكاية مدارس الاحد دي قصة طويلة لابد ان تتتبعيها من ايام حبيب جرجس الى يومنا هذا. ومفيش مراجع مكتوبة انا كنت محضر حاجات كتير عن هذا الموضوع وافتكر ان انا مرة من المرات اردت ان اكتب تاريخ مدارس الاحد فطلبت من الخدام القدامى ان كل واحد يكتب لي ما يعرفه عن تاريخ مدارس الاحد. يعني مثلا طلبت من الاستاذ لويس زكري ويسو وده كان امين اللجنة العامة في ايامنا لمدارس الاحد وطلبت من القمص صليب سوريال ومن القمص بولس بولس ومن الاستاذ الدكتور شفيق ملك ومن الدكتور راغب عبد النور ومن القمص انطونيوس راغب من كل الخدام القدامى يعني عشان يكتبوا لي ايه اللي يعرفوه عن هذا الموضوع. واعرف ايضا ان هناك انسانا كان يقود الخدمة قديما في اسيوط اسمه كذا العسال كده. الموضوع عايز يتلم وعايز بحث مش سهل على طول من هنا لنص يونيو يكون يوصل لك معلومات.